في مدينة اسمها مدينة الأورين في محافظة الشرقية. هذه المدينة بتشتهر بزراعة أشجار النخل بجميع أنواعه. طبعا ده بسبب الظروف المناخية اللي موجودة هناك بتساعد على نجاح زراعته، وتنوع كمان طبيعة التربة ما بين طينية ورملية وعميقة وجافة، علاوة على أنها من الزراعات قليلة التكلفة وفي نفس الوقت بتحقق عائد مادي مجزي بالنسبة طبعا للناس. صحيح، كتير من الأهالي بمدينة القرين يعني بيحبوا الثمرة دي جدا، وهي مصدر دخلهم الأساسي كمان، أي قائم على النخل. لما بتتمشى كده في الشوارع القرية لازم بتلاقي قدام كل بيت نخلة مزروعة. تعالوا نتابع التقرير. حصاد البلح في مدينة أورين، النخلة دي نخلة مباركة أصلا، يعني ذكرت في القرآن الكريم 20 مرة وفي الأحاديث 300 مرة أو أكثر من 300 مرة، وربنا رزق أهل أورين بيها كمصدر أساسي من مصادر الرزق بتاعتهم. يعني إحنا بنعتبر النخلة دي من أساس اقتصاد الأورين، لأن ما في بيت أو ما في حد عنده إلا ما عنده نخل، ومش نخلة أو اتنين، لا ده في ناس عندها بالخمسين نخلة، بالستين نخلة، بالمئة نخلة، وده محصول أساسي في القرين. المدة بتاعت الحصاد بتاعته 9 شهور، يعني عامل زي الإنسان بالظبط. بيبدأ التلقيح بتاعه من شهر 1، نبدأ الحصاد في شهر 9، بياخد 9 شهور و9 أيام زي الست بالظبط. حتى الرسول كان بيقول عليه الصلاة والسلام إن هو زي الإنسان. طبعا البلح في القرين يعتبر ثروة قومية داخل القرين، وبيهتم بيه كل كبير وصغير في البلد، يعني من أول المواطن الصغير لحد المواطن الفقير، المواطن الغني، المواطن اللي عنده دخل. يعني عندك على سبيل المثال مثلا لو في حتى سيدة ما عندهاش دخل معين، أو امرأة معقولة بتربي في أطفال أو حاجة، تستغل الموسم دوت بأنها بتجمع الرطب وبتعمله عملية إعادة تدوير أو إعادة صناعة، بتصنع منه العجوة. يعني مثلا بتشتري البلح هنا طبعا في البلد بيكون سعره رخيص لو قارناه بالمدينة، فبتعمله هي حاجة اسمها فديغ، بتفدغه وتنشفه وتجمعه طول البلد، ممكن تفضل طول السنة تاخد منه وتعمل عجوة، فبيكون مصدر دخل ثابت أو سنوي ليها. الشغل السنة اللي ابتدى معانا يوم 20/8، ابتدينا اللي احنا نهز أو نبني البلح. النخل حضرة بنهز يومين ويوم، يعني بمعنى النهاردة ولا كل اثنين، يبقى التلات والأربع لا، الخميس جمعة وسبت لا، يوم أحد يبقى يومين ويوم. دي بالنسبة لجان الرطب. الرطب دي لازم من جاني يومين الصبح بدري، واخد بالك، عشان خاطر البلح ما تسحش منه. دي بالنسبة للنخل الحياني. طب احنا بنجنيه ونوديه لوكالة. لوكالة بتوديه سوق العبور، أو مثلا الفريش اللي بيفرشوا فابوس أو الزجازيك أو الفريش اللي هم البلدي. تمام؟ دي بالنسبة لجيبانه وبالنسبة للتسويق بتاعه.